ما كاينش شي واحد كيقوم بأعمال كما قال الله سبحانه إلا هو باش تبعو ولا دير به والو إلا الله. كلشي يكون واحد داها في راسو. وزير وزيرة وأي واحد خصو يخرج ويشوف الناس كي دايرين كيفاش عايشين. باش الوزير ساعة راسو الثقة ما كايناش والو. كل واحد كينهب الراسو. كل واحد كيجمع الراسو. حتى واحد ما ضرب الحساب الآخر. ما كاينش. كاين ناس ما عندهم الطرقان، كاين ناس ما عندهم الماء، كاين ناس مساكن المراض، كاين والو. غير ذاك النهار بانت واحد الحاله في اكادير، واحد المره دارت لي عمليه الا ما شفتوها نيت، وهذيك شنو؟ خطا طبي. حنا عندنا الطب، وملي مشات هذوك اللي زاد العمليه قال لها انت درتي وانت درتي. هنا ما كاينش القانون، ما كاينش العدل، حتى واحد ما كيقوم بالعمل ديالو، ما كاينش. غير بنادم سارح وصافي، مدينه في روسهم. المساكين مساكنه وما تيموتوا في الشوارع وما تيموتوا في السبيطارات، شكون اللي داها فيهم؟ شكون اللي مسؤول مشى داروا وشافوا؟ ما كنتبع حتى واحد، كنتبع حراس الحكومه الاول بن كيران وما سبقت كنتبع حتى واحد. ما بدا بالي حتى داك الشيء اللي كيقولوا ما من والو. يقولوا لا يفعل. هو الانسان كيقول الحاجه وما ما يسبقهاش. هذا هو اللي خلى الشعب كيبقى الثقة. ولدك إلا كذبت عليه ما بقاش يثق بك. يقول لي نشري ليك نجيب ليك هذه وحشة ما تديرش لي، ويقول لي بابا كتكذب عليا. بحكم أنني كاتب عربي ومغربي أتابع نشاط وزير الثقافة، وزير الثقافة والشباب فيما أعتقد، أريد أن أوجه له رسالة فنية. أولا أن يعتني بوضعه المادي، حيث أن وزارته هي مع بقدر الصحراوي في سنة 1972 السنة الدولية للكتاب، حززوا لي كتاب بعد ما مولته ب 3000 درهم، خسرت 3000 درهم في 72. أو شوني مشى واحد آخرين سميتو زيند عبد السلام عزيند، قال لهم هزوا الكتاب، ضعت على الدولة أن تعوضني عن كتابي الذي ساهمت فيه ككاتب عربي مغربي في السنة الدولية للكتاب. اليونسكو تحتفل بالكتاب. 10 أغاني رائعة ستغيرون جذريا الوسط الثقافي الفني من خلال إعادة هذه الأغاني الخالدة للموسيقى المغربي العربي. أحمد البيضاوي. أنا ضد بحال دابا واحد الأغنية خرجت، شجرة طاحت، الوادي بس، العون العوينة نشفات، فين هو الألحان؟ فين هو الطرب؟